بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر رطب على السواحل الشمالية الشرقية. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة نشاط للرياح في بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً على السواحل الشمالية الغربية. كمان في شبورة مائية الصبح بدري على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وبعد ما كان في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، النهاردة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وفي ظواهر جوية زي الرياح والمحملة ببعض الرمال والأتربة وغيرها. كلمينا عن تفاصيل حالة الجو واللي هنتعرض له النهاردة. بالفعل اليوم هيكون في ارتفاع اخر وملحوظ في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه، لان احنا اليوم درجات الحراره ترتفع عن الامس بمعدل درجتين. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 37 درجه مئويه خلال فتره النهار، اليوم متوقع ان هي ترتفع وتوصل ل 39 درجه مئويه. ما زلنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمة من الصحراء الغربية وأيضا صحراء شبه الجزيرة العربية. الكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها بالشكل الكبير، وكمان نسب الرطوبة فيها منخفضة. في طبقات الجو العليا بنتأثر بامتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، وكمان بيحفز الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيساعد بشكل كبير على ارتفاع درجات الحرارة. زي ما قلنا العظمى على القاهرة الكبرى اليوم توصل 39 درجة مئوية، لكن عدم وجود نسب رطوبة في الجو ده شيء مهم جدا، يخلينا نحس ان 39 هي 39، يعني ما حسش بمزيد من ارتفاع في قيم درجات الحرارة. اليوم الطقس هيكون شديد الحرارة جاف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحلنا الشمالية وايضا محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار وفترة الظهيرة تحديدا. كمان ارتفاع درجات الحراره بيكون فتره الليل، لان فترات الليل الصغرى فتره الليل هترتفع وتكون ما بين 28 و29 درجه مئويه. اجواء فتره الليل في معظم محافظات الجمهوريه رغم غياب اشعه الشمس وارتفاع درجات الحراره هي اجواء مائله للحراره في معظم محافظات. طب ده معناه ان احنا هنتعرض لموجه حر الايام اللي جايه؟ يعني يمكن احنا فيها دلوقتي، تعتبر احنا في موجة الحر، يمكن النهاردة وبكرة هم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لكن ارتفاع درجات الحرارة مكمل معانا حتى يوم الاثنين اللي جاي، ان شاء الله لحد منتصف الاسبوع اللي جاي مكملين في ارتفاع درجات الحرارة. اليوم هم اعلى يومين هنسجل فيهم درجات حرارة اللي هو النهاردة وبكرة ان شاء الله. مع يوم السبت والحد هتنخفض درجات الحرارة بحوالي 3 درجات، يعني هتبقى ما بين 36 و37 درجة مئوية، لكن هيظل إحساسنا بيها اللي هو الجو شديد الحرارة فترة النهار، فبالتالي احنا في موجة ارتفاع في درجات الحرارة وتستمر معنا حتى الاثنين المقبل إن شاء الله. مع يوم الثلاث تبدأ تدريجيا درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض وتبدأ تدريجي تعود للمعدلات الطبيعية. كمان متوقع اليوم يكون في بعض الأتربة العالقة، وهي فرص ضعيفة لوجود بعض الأتربة العالقة في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد. الأتربة العالقة دي زي الشبورة المائية، لكن بتبقى موجودة خلال فترة النهار وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية. بالإضافة كمان مع الأتربة العالقة في النهاردة نشاط الرياح موجود في بعض الأماكن الموجودة في سيناء أو في الصعيد، لكن نشاط الرياح ده هيكون مثير للرمال والأتربة على بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الغربية. يعني هل ده هيأثر على الأعمال اليومية؟ هيأثر على الحركة أو التنزه لو هي في الشمال، يعني في السواحل الشمالية ممكن الناس ما تخرجش النهاردة الصبح مثلا؟ لا الحمد لله مش بشكل كبير، يعني الأتربة العالقة أو حتى الأتربة والرمال المثارة اللي موجودة في السواحل الشمالية الغربية مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، هلاحظها بصورة ضعيفة جدا. الشبورة المائية ما زالت موجودة كمان فترة الصباح الباكر ساعات الليل متأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا شبورة مائية خفيفة نتيجة أن نسب الرطوبة ضعيفة جدا اللي موجودة في الجو ده اللي اتكلمنا عنه في البداية، قلنا نسب الرطوبة ضعيفة جدا وقليلة جدا نتيجة أن الكتل الهوائية قادمة في المناطق الصحراوية. بس هنأكد على كل السادة المشاهدين أن احنا مهم جدا ناخد بالنا النهاردة وبكرة ذروة ارتفاع درجات الحرارة بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة من 12 الظهر لحد 4 العصر. الوقت ده بقدر الإمكان لو أنا موجود في الشارع
لازم يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، عدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، ولو أنا موجود تحت أشعة الشمس يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، ونأكد كمان إن إحنا في فترة انتقالية ما بين الصيف والخريف بيحصل فيها تغير كبير في خرائط الطقس من يوم للتاني، فمهم جدا إن إحنا نتابع النشرات الجوية بصورة يومية. أما عن حالة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، نقدر نستمتع بالأجواء بشكل كبير، لكن نخلي بالنا بس من التعرض لأشعة الشمس المباشرة. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 39 والصغرى 28، العاصمة الإدارية 39-27، اسكندرية 37-26، العلمين الجديدة 36-26، مطروح 35-25، ودمياط 33-26، بورسعيد 34-26، الإسماعيلية 38-27، السويس العظمى فيها 38 والصغرى 26، العريش 34-25، كاترين 32-18، طابة 36-26، حلايب 37-29، شلاتين 41-31، شرم الشيخ 41-30، الغردقة 42-31، الفيوم العظمى فيها 41 والصغرى 25، بني سويف 42-25، الوادي الجديد 45-25، أسيوط 43-26، سوهاج 43-27، قنا 44-27، الأقصر 45-28، وأسوان العظمى فيها 46 والصغرى 29. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمنى وشازلين نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمى.